السرقات الفنية موضوع طويل. طيب كويس. وأشهر السارقين محمد عبد الوهاب. نسمع لحن. أنا ما بعرف كيف بيحكي عن السرقات الفنية. الأستاذ عارف حجاوي اسمه، بيشتغل في التلفزيون العربي. الأستاذ عارف حكى عن السرقات. احنا محمد عبد الوهاب، هذا لموسيقار الأردن جميل العاص. حلو. قطعة من مقدمة الأغنى أرخت عمان جدائلها، وغنتها نجاة الصغيرة. نعم. والآن نسمع لحن محمد عبد الوهاب، هذا من مقدمة فاتت جنبنا لعبد الحليم. طبعا فاتت جنبنا في 73 السارق هذه المرة جميل العاص، بين الأغنيتين مع تحفظي على كلمة سارق. عام 74 لحن عبد الوهاب. وإلى يعني بما معنى أنه فاتت جنبنا في 73، في 77 كانت أغنية جميل العاص لنجاة الصغيرة أرخت عمان، اللي هي عمان اسمها. يعني هي مش سرقة، هو رمبا ولا تختلف تماما. هاي أول شيء، يعني ممكن أنا أخذ فكرة، بس ما هاي مش سرقة، ما لها، ولا كان ما فيش إشي اسمه موسيقى. 72 لحن جميل العاص. طيب حلو. نصب إلى بيكاسو على القول الفنان الجيد يقلد والفنان العظيم يسرق، ونصب مثل هذا إلى غير بيكاسو. جميل العاص الذي قبضنا عليه متلبسا، يعني يشبه. طيب احنا بدنا نختصر، ليس في السرقة، بيحكي انه بيصنع جمل، صاحب جمل موسيقيه وكذا، وبيحكي سمعت الاغنيه بين الدوالي، هي من الفلكلور اعتقد، من الدوالي، او ممكن الحان جميل، الله اعلم. عاص يتسلل وهو طفل الى كنيسه القيامه بالكنيسة. يعني مزبوط في بيت لحم هو، مظبوط. ثم البزر، وفي الأردن لقي الشهرة المحلية. يعني هو بدي أعمل حلقة عن الأستاذ جميل العاص الله يرحمه. يعني الرسالة السياسية في هذا زمن انقضى. طبعا هون أخوان حكى عن إيش؟ حكى عن، قال في أغنية يعني إنه كان يعني كيف شاعر البلاط بيسموه، أو هو مزمار السلطان وكذا، يعني أغاني وطنية. فهون في أغنية رائعة، اسمعوا شو بيحكي. الجملة الموسيقية بارعة، الشعر لحيدر محمود، وهو أيضا بمنزلة شاعر البلاط في الأردن. طبعا هاي نجاة الصغيرة الرائعة. طب خلينا نسمع شو بحكي. نسمع شو بحكي. لا أدري أنا أستطيب هذه الجملة اللحنية لأنها تمكنت من أذني باكر، أم لأنها مبتكرة، أم لأن صوت نجاة الصغيرة ينزلق بين العرب انزلاقا تستطيع. أستاذ عارف هاي مش نجاة الصغيرة، هاي نازك، مش نجاة الصغيرة. هذه اللي غنت الأغنية هاي بطاقة حب، لو لم أكن من شعبك الوفي حسين وددت لو أكون. هذه أغنية، هذه نازك مع الراحل إسماعيل خضر. فما بعرف منين جبت نجاة الصغيرة. نازك مع، يعني لو اجينا بدنا نسمعها، مشهورة إلها الأغنية هذه يا أخوان. هاي كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان. ف أخواني، يعني أنا حبيت أعلق على الموضوع، أنه ما حبيت أدخل في موضوع الاقتباسات والسرقات وكذا، مع أني أتحفظ على كلمة أنه سرق ومش عارف إيش. جميل العاص لم يسرق بالجملة هاي، ممكن في يعني الفكرة حب يعملها بطريقة أخرى، نفس المقام، هذا عجم وهذا عجم. لكن هنا أنا اللي حبيت أعلق عليه أنه الأستاذ عارف ما ميز ما بين صوت نجاة الصغيرة وبين صوت نازك. وشكرا لكم، هاني الأردن.